بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضرتك صديقي العزيز، كل سنه وحضرتك طيب. انتخابات الكاف داخل علينا على الابواب في مارس 2025، وطبعا صديقي العزيز بعد ما البند بتاع حاجز السن ما اترفع كده، المهندس انا بريده هيترشح على منصب الرئاسه، وش لان طبعا منصب الرئاسه كان فيه شروط وبنود بتمنع من هم فوق السبعين ان هم يترشحوا للمنصب، ولكن البند ده اتلغى. فبنسبة كبيرة هنا بنتكلم على المهندس هاني بوريدة هيترشح لرئاسة الكاف. ليه المهندس هاني بوريدة؟ لان انت هنا هتتكلم على اتحاد شمال افريقيا. اتحاد شمال افريقيا بيديره مين؟ جمال علام. مين جمال علام؟ لا ده كان موظف استقبال في فندق في اسوان، جابه هاني بوريدة خلاه يمسك الكرة المصرية وخلاه برئيس الكرة المصرية. ده بجد مش هزار على فكرة. المهم الاتحاد شمال افريقيا طبعا في الاتحاد شمال افريقيا وليد صادق النائب بتاع جمال علام. على حسب الصحفي ميكي جي ان ار، ده صحفي متخصص في اخبار الاتحاد الافريقي، وكان بيتكلم على مواعيد كاس الامم الافريقيه، وكان بيتكلم على حاجات داخل الاتحاد الافريقي، وعلى فكره كلها حصلت. قال ان اتحاد شمال افريقيا لوناف والذي يضم تونس والجزائر اضافه الى مصر وليبيا والمغرب لن يدعموا متسيبي لولايه ثانيه بعد اجتماعات اليوم، وسيتم عقد اجتماع يوم غدا الاثنين من طرف سي كافا للنظر في إمكانية وقوع تحديثات بشأن دعم متسيبي. أعتقد سيكاف ده اللي هو اتحاد غرب أفريقيا. الولاية الثانية أم لا حسب المصدر ذاته، وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 12 مارس موعد للانتخابات لانتخاب رئيس جديد للجهاز المذكور في مدينة القاهرة. طبعا هو هنا مش انتخاب رئيس بس، هو هنا بنتكلم على انتخاب أعضاء تانية، لأن تاني وتالت ورابع الموضوع بتاع الانتخابات ده هيكون فيه حوارات كتير. انت بتتكلم على انتخابات وكمان بتتكلم على انتخابات المكتب التنفيذي. ايه ده، انا ممكن اشوف وليد صادق موجود في الانتخابات، وليد صادق قادر ان هو ينافس على مكان في المكتب التنفيذي؟ على حسب الكلام ان رئيس ان على حسب المقترحات اللي بدأت تطلع ممكن نشوف وليد صادق موجود على حساب الشلماني او على حساب تونس، ممثل تونس، لان طبعا الخناقه هنا بتتكلم على ممثل ليبيا وتونس والجزائر، وان مصر والمغرب محميين بموجب القانون بان هم عندهم اعضاء في المكتب التنفيذي للفيفا، فهم هيبقوا موجودين في الاتحاد الافريقي. هنا تتكلم على فوزي لكجا، تتكلم على هاني بوريدة، دول اعضاء اصلا المكتب التنفيذي في الفيفا. فانت هنا بتتكلم على اتنين العضويه بتاعتهم كده مستمره. ولكن السؤال المهم هو هل هاني بوريدة هيترشح للرئاسه، ولا هل هيكون في مفاجاه في اللحظات الاخيره وهيتم ترشيح رئيس اتحاد الكره المغربي فوزي لكجع للانتخاب فوزي لكجع لرئاسه الكاف؟ لحد دلوقتي محدش فاهم الكلام على ايه، بس لو بوريدة ما ترشحش فوزي لكجع هيترشح. طب نسبه كبيره، انا عن نفسي لا، اتمنى اي حد غير بوريدة.